يقول فضيلة الشيخ رفقكم الله، نرى كثيرا من الأئمة يطيل السجود في صلاة التهجد في رمضان، لكن الجلسة بين السجدتين يقصرهما، فهل هذا خلاف السنة؟ نعم، هذا خلاف السنة. اللي يطيل بعض الصلاة ويخفف بعضها هذا خلاف السنة. سمعتم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متقاربة في أركانها، ما يطول بعضها ويخفف بعضها، وإنما كانت متقاربة. نعم.